برحب بحضراتكم وفقرتنا الإخبارية. يمكن أهم في حاجة في الفقرة النهاردة هو الافتتاحات السيد الرئيس، والمصر كلها تقريبا اليوم ده كأنه يوم عرس، مصر كلها بتحتفي وبتحتفل بهذا الإنجاز، مش في المشروع اللي تم افتتاحه فقط، لكن كمان في فكرة أن أنت في أمن وأمان، في استقرار، فكرة أن أنت قادر يبقى عندك بكرة. وده يمكن اللي هنلاقيه كتير في حواراتنا النهاردة أو إحنا بنسمع السيد الرئيس فقرات من كلمته. خلينا مع حضراتكم نطلع نسمع جزء من كلمة السيد الرئيس اليوم أثناء افتتاحه المشروع بدر، واللي تم افتتاحهم خلال الفيديو كونفرنس. مشروع كان مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ومشروع سكن مصر بالعبور الجديدة. خلينا نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. اسمح لي سيادة الرئيس ان احنا ننتقل الى الافتتاحات عبر الفيديو كونفرنس، واحنا يعني مش هنفتتح كل المشروعات عبر الفيديو كونفرنس عشان وقت حضراتكم، احنا اخترنا مجموعه من المشروعات. المشروع الاول مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينه 15 مايو، 63 عماره باجمالي 1512 وحده. يقوم بالافتتاح مهندس مينا رأفت شاكر مدير اداره التنفيذ بالجهاز، والمهندس علي حسن عبد الحميد المشرف على المشروع. المشروع الثاني مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بمدينة 15 مايو، 63 عمارة بإجمالي 1512 وحدة سكنية. مهندس محمد خلف الله عبد الواحد نائب رئيس الجهاز، وملازم أول عبد الرحمن يحيى محمد المشرف على المشروع. المشروع الثالث افتتاح المرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، 155 عمارة بإجمالي 3720 وحدة سكنية. بيقوم بالافتتاح المهندسة أميرة عبد الغفار الزهيري معاون رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس عادل منصور عبد العزيز المشرف على المشروع. زي ما حضراتكم شفتوا، اللي بيفتتح المشاريع للسيد الرئيس وبيزيل الستارة عن الحجر الأساس هم شباب. شفنا كل التنوعات اللي ممكن شبيهة للشعب المصري، المرأة موجودة، الشباب موجود، الخبرات موجودة، حالة كده من التكامل تجاه المشاريع دي بتخليك تطمن. عايز أقول اللي ما شافش الإسكان، احنا كان عندنا كنا في الشروق وصورنا، هي نفس تقريبا العمارات، حاجة مشرفة جدا، تشطيب أكثر من رائع. وده يمكن اللي أشار ليه السيد الرئيس، قال إن احنا مش بنسلم الإسكان إلا وهو كامل ومتشطب 100%، والمشاريع اللي بتطرح جديدة في السوق بتكون لازم يكون تم تنفيذ منها على الأقل 30%.